لكم الخوت كيف حالكم؟ كديري مع تسعودات صحاب مراكش كرملوش ممكن كرملوش. اليوم نهار تاريخي بالنسبة لي أنا يا لأنه فكرني في نهار اللي دخلت أول فوديرا المغرب. اليوم وصلتني الريتر ديالي كنت هضرت لكم عليها هذيك المرة، لكن ريتر يعني ماشي شاري باص فهمتيني، سينو ريتر وصلني كوم باص يعني غنولي ان شاء الله نبريزو في هاد المارك هادي اللي هي كتعجبني بزاف، بالنسبة لي احسن لي باص في الدنيا فهمتيني، يعني بالنسبة لي عندها نيفو ديال الفوديرا وكان سميت. ايوا وصلتني اليوم وغادي ان شاء الله غادي ندور لها نحلوها ان شاء الله الكارتونة. ايوا ونتوكل على الله ونشوفوها كي دايره. كاميرا تشوفوها حيت ما يمكنش سينس كاميرا وتشوفوها. ها هي شوف 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 يا سلام مع المايسترو الشيخ. هذا هو المايسترو جانس ريتر، لا سينياتور ديالو ها لاباس داكشي. شوف باليزا كي دايره ما يمكنش. الحمد لله والشكر لله. بالنسبه ليا صلات كتيب هذا المايسترو قلت لكم انا فرحان بزاف لانه هذا السيد هذا يعني كنهضر يعني اون كونتاكت معاه ديال هكس وسيتان اونور بو موا نهضر معاه ويعني اختار لكم باسيس لي بريزونتي لا مارك ديالو هنايا في يعني في لافريك. اش نقول لكم زعما بور موا ما نقدرش نطلب شي حاجه اكثر من هادشي صراحه. كاي انا كاع ليستوار ديالو مع من خدام وشكون اللي كيخدم معاه وشنو دار في ليستوار ديالو كان فريمون كادي ريكوموندي لكم تجربوا لي باص ريتر لانه اوعدنا ياكم خنيشه فيها وقيله سويتات باش نقاد باش كتقاد وقيله لا باص وفيها الدانلوب ديال سترابس ايوا باش كتقاد المونش و البريدج و لينوبس ايوا. دابا نمشيو للمعلمة تعالي يا أختاه يا بسم الله. ها بعدا أول حاجة خفيفة هي أول حاجة أي أي يا سلام هاد الباص صوتها أنا على الدوق ديالي بلي ميزور اللي كنبغي انايا اختاريت انايا الموديل اختاريت العود اختاريت لا كولور اختاريت ميم لا كولور ديال سميتو ديال البريدج و كتمنش مزيان مع الضو مي واو كندون هذه اصلا من اول الباصات صوب هو فيها 33 حتى انا اختاريتها تكون فيها 33 اختاريت الدر بودي خلوني نتشيكي حتى انا براسي كيش عاقل اشنو اختاريت نريفرشي لا ميموار. فوالا انا عندي نمر سيري 22 27
ايه هادي الموديل ايرويت سينجل كات. اختارينا سيدي لوكور الدر وهذا. اختارينا في لافينيسيون في لكولور اختارينا فينتاج انطونيو. واختين اختارينا في النيك في هذا المونش هذا مايبل. خاكي بالكم قوي لكن راه مايبل. ليشيل ديالها 33.3 يعني ما كبيراش. لو بوا فيها 3.8 ما تقيلاش. لو بريونك و لي ميكرو بيتر يعني لي ميكرو دوبل ولكن كيولو تا سينجل. سويرتها ريتر مصوبينهم من كوتوت بريتش واقيلا تا هو ريتر. شو سويرتها شحال واعرين وصغار وهادو راه دوبل اون بليس كيتهزو ما يمكنش خطار صاحبي. سي انكر واير انكر واير. من بعد انا نبدل هاد ليكورد كحلين حتى انا مكنلعبش واخا هما الدي ار يعني كعز عليا انا كنلعب بالدي ار العاديين. يا هادي لاباس سوبر كونتون ما يمكنش اصاحبي. واحد لو سونتيمون كرويابل من ريتر جديدة صوبة ليا انا الحمد لله. كنتمنى تعجبكم لا فيديو ومن بعد غادي نديرو بها دي فيديو ان شاء الله.